سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غتشوفوا معايا الحريره في ثيرموميكس وجوج ديسير ان شاء الله. دونك هنايا الحريره راه كاينه ديجا في كوكيلو. المقادير راه تنحطها في صندوق الوصف باش تشوفوا المقادير اكزاكت. هنايا غنبداو بالطحين اللي غندورو به، بعد نزيدو الماء. دونك المقادير كيفما قلت لكم غتشوفوها في صندوق الوصف ولا في ليكرون ديال ثيرموميكس. هنايا زدت الماء، من بعد زدت مطيشة الحك، نسد عليه ونخلي داكشي يتخلط مزيان. دونك 10 سكوند فيتاس 5. يعني من بعد فاش طحنا غنفرغوه في شي بول باش نتسناو من بعد باش ندورو به الحريره. دونك انا هنايا ما غسلتش البول لان سافو با لا بين، انا غنستعملو داكشي كامل. دونك من بعد ندير سويفون، هنايا قال لي ديري لي طوماط، مي انا هنا زدت صوص طوماط عاد مطيشة. حنايا تيكون عندنا ديجا مطحون، دونك صوص طوماط نزيدو. دونك هنايا بحال لي طايا زدت الماء على داك لاصوص لي بقات باش ما نضيعوش مطيشه. من بعد غنديرو البصله. دونك المقادير المعروفه ديال الحريره، دونك البصله، الربيع، الكرافس. كان يزت الكرافس، انا الكرافس نكونجيليهم تنحطهم في الكونجيلاتور. من بعد غنزيد الربيع كما قلت لكم، هادو كاملين انا نحطهم في الفريغو بحكم داك سوبر مارشي بعيد علينا، دونك تنشريو وتنحطو في الفريغو. ماشي بحال المغرب، بغيتي شي حاجه تمشي حداك كلشي، حداك الخضار، حداك كلشي. معليش الحمد لله، الحمد لله. دونك هنايا تتحل لينا كلشي. دونك هاهو تبارك الله كلشي تتطحن. هنايا تنزيدو اللحم، هنايا قالنا راس الحانوت، مي انا ما تنديرش راس الحانوت في الحريره ديالي. دونك المقادير عاديه، تندير الملحه، الابصار، سكينجبير، الخرقوم، القريفه، وضامه ديال السمن. كل المقادير كيف ما تديروها نتوما. كاين اللي ما تيديرش القرفه، انا تندير واحد نص معلقه ديال القرفه، تعجبني داك لوغو فيها. هنايا غنزيد الماء، الملحة، قبل ما نسد عليها زدت الزبيس العطرية، الخرقوم، سكينجبير. هنايا مطاشية بطلية تتعكس. الابصار،
وضعنا ديال السمن. وتنسدو عليه هنايا باش ما تنيفيتيو اي اكسيدون ولا شي حاجه يتفرق علينا الترموميكس. دابا ديك لا نوفو نوفال كونسين باش ما يتفرقعش الترموميكس. دونك نديرو هذاك ديال داك لو باني الفوق. هنايا زدت العدس درتو في المطايب في شي تيبروار وسديت عليه وعاد زدتو في الوسط ديال هنايا. من بعد غنزيد هذاك التدويره ديال الطحين ومطيشه. دونك هنايا باش زوين الترموميكس ما تبقاي لا تدوري انت لا واقفه عليه لا حتى شي حاجه. دونك تخليه هو يدور. ودالا درتو ان غروند كونتيتي بحال دابا هنايا كثرتي الطحين. غتكثري الطحين وتخليه يدور ويطيب داك الشيء. ومن بعد خدي شي برمه كبيره وزيدي عليها المطايب وزيدي بيان سور الاطريه الا بغيتي ديري كونتيتي كبيره. مهم تتيفيتي باش تبقاي انت تحركي في التدويره وداك الشيء. هنايا زدت الشعريه هي الحريره ديالنا. انا هنايا ما تنديرش رمك شتوني ما درتش الحمص في الاول لان ما مرقداش. ناخذ غير الكونسيرف دونك تنزيدو حتى الاخر باش ما تيتخلطش. دونك تنخليها انا كونسيرف وتنخليه يدور واحد شويه يطيب باش يدخل فيه داك البنه. تنسد عليه غير شي 5 مينوت هكا تنخليه يطيب عاوتاني باش ياخذ البنه وصافي. هنايا الحريره ديالنا ولات جاهزه دغيا ما كاينش المعان ما كاين والو. دونك هي تبارك الله شوف غزاله جات بنينه. دونك هنايا هاد الحريره ديال 4 ديال لي بيرسون كما قلت لكم لما بغيتو تكثروا ركثروا ومن بعد فروه في شي كوكوط كبيره ولا شي برمه وزيدوا الماء يكون غلي. وها هي الحريره ديالنا بالصحه والراحه. هنايا نوريكم الغطايه كيف تتولي من بعد العطريه داك السكنجبير تتولي صفراء. دونك تديروها غير في الشمس وكل شيء تيتحيد غير شي 11 جرام وتيتحيد لك داك لا كولور. هنايا نمشيو للديسير لا دوزيام غوسيت مع الترموميكس. دونك هنايا غاتو بريكوتا. هنايا انا ما درتش ريكوتا ما درت دانون مسوس. دونك تتمشيو على حساب اللي عندكم في الثلاجه. دونك هنايا درت الزبده والمقادير راها في صندوق الوصف ولا راها باينه في ليكرون ديال الترموميكس. دونك هنايا زدت الزبده اللي المقادير مطلوبه. هنايا زدت السكر نخليو السكر والزبده يتخلطوا كان سيكوند فيتاس 5 كيتستحل لينا السكر والزبده. تحلو لنا الزبده والسكر نحاولو نحيدو داكشي اللي لاصق في الجناب نهبطو لتحت باش منضيعوش.
هنايا هذا طبق مسوس اللي درت، عندكم ريكوتا ديروها. ملي درت الطبق المسوس هو اللي عندي تقريبا 350 غرام. دونك هنايا تشوفوني انا ما تنديرش الماين بزاف، تناخد داكشي ديريكتومون من الثلاجة، ما تنبغيش بزاف الماين. دونك تشوفوني داكشي ديريكتومون من الثلاجة تنجي نحبرو تماك. هذا هو باش تنقول انا علاش شريت ثيرموميكس، باش ما نديرش الماين بزاف. هنايا زدت الحامض، حامضه وحده معصره، والزيت ديالها. كنا تطحنو 15 سكوند في تاس 5، تطحن داكشي مزيان. السكر سبتا، هنايا غنزيدو من بعد غنزيدو الطحين. دونك المقادير المضبوطة راها في صندوق الوصفة نحطها لكم. دونك حتى لا ما عندكمش تيرموميكس، يمكن لكم تاخدو المقادير اللي تماك وديرو باش ما عندكم نتوما. هنايا الخميرة، خميرة ديال الحلويات بيان سور. هنايا قبيصة الملحة، غنغطيو ونخليو داكشي يتخلط يتميكسا 15 سكوند فيتاس 5 توجور. من بعد غنزيدو البيض، نسدو ليها ونخليو داكشي يتميكسا يتخلط. دونك 45 سكوند فيتاس 6. انا يعني بغيت نهضر لكم على ديك لا بلونش اللي تحت الثيرموميكس. دونك ديك لا بلونش تنديرها باش ما دوك الرجيلات ديالهم هذوك هما الميزان باش ما يخسرش، باش الا بغيت نجرو ما نخسرش هذوك الرجيلات. دونك يمكن لكم تيتيليزيو عندكم كراده ديال الخشب ولا اي حاجه تديروها باش تبروتيجيو هذوك الرجلين ديالهم من تحت. هنايا ها هو سهله. دونك هنايا لي فروي روج اللي عندكم، الفرامبواز، لي مور اللي عندكم ديروه. دونك انا جمعت كلشي لي كونتيتي كامله ودرتها. دونك هنايا تقول لك نخلطو بيدينا، دونك بلون سباتول. دونك هنايا تنحي داكشي اللي في الجناب ونخلطو بشويه من الفوق لتحت. غناخد لينا مع الكاميرا وهداك مقديتش نميلونجي مزيان، دونك هبطو لعندي ونخلط من الفوق لتحت باش داك لي فخوي ما يتساوي الداروش.
هنايا دي فيزيت دون دو مول باسكو هذاك المول اللي عندي صغار دونك درت جوج باك لا لي تي قلت غير ميكس ما تيديش لا كونتيتي كبيره مي فريمون تي تي دير انت درا دير لي دو مو سورتو في لي ديسير هاد لا سباتول شحال تتعاون فريمون مع صغيوره عادي تتجمع لك داكشي واعر حنايا عندنا هي تتباع في دولارام مي عندكم حتى نتوما وقيلا في المحلات ديال تبيع ماين دونك هنايا غنطيبوها في وسط الفران 180 درجه داك تشوفوها تحمرات هنايا درت اللوز افيلي وكان عندي غير شويه درت غير شويه مي الا نتوما عندكم بزاف ديروا بزاف décoration j'ai dit que le goût de l'eau c'est jibni donc on a un peu de temps et une bête ma tablette j'ai dit qu'il y a 30 minutes pour la tablette et pour la décorer j'ai dit dans une sauce ou j'ai dit pour les murs Elle est blouée, je m'excuse. Donc, il y a le chèque de la tête, j'ai benine, benine, vraiment benine. On a benatique, là, on a dit que ça a été. Ou il y a de quel type ça a été, le chalaf trop bien. On a eu un autre dessert, crème au café. Il y a eu un dessert, vraiment sahel. عتي ما تتعكزيش مع ثيرموميكس وديما الجديد هنايا تنحط القهوه هناك المقادير غتكون في صندوق الوصف دونك هذا قالك حقاش القهوه في الاول كانت زعما حبوب وبعد طحنها انا ديجا كانت عندي مطحونه دونك داكشي علاش جي باسي لي زيتاب هنايا غنزيد الحليب ونسد عليه ونخليه يطيب دونك 10 مينوت فيتاس 1 ونخليه يطيب ومن بعد نرجع لكم هنايا فاش ساله انت تشوفوا داكشي طاب الحليب مع هذاك ونخليه يتانفيوزا شي 30 مينوت دونك نسد عليه ونمشي نشوف ندير شي حاجه واحده اخرى هنايا فاش يكون عندكم دوزيام بول يمكنكم تحيدو وتخليوه في الجنب وديرو شي ناطو غوسيط دونك انا خليت لاخور خليته 30 مينوت من بعد فاش داز 30 مينوت خليت البول اللي عندي نقي درت فيه لو فوي من بعد تندير فيه داك اللي صفيت الحليب والقهوه صفيتهم بيان سور كاينه فرغتو نزيد السكر ربع ديال الصفر ديال البيض زيت النشا ونسد عليه وندير داك لو فاني الفوق
هيك سنقلب علي باني ما عرف شنو هو. تم بعد عاد نلقاه نحطه سنقلب عليه. أو لقيته في نلوة. كنا يسالت المدة من بعد أنا غندوف دي بتي بو باسكو كان عندي واحد البازار دونك أنا قدمته في كوم ديغوستاسيون في البازار دونك غنديرو أنا في دي بتي بو من توما ممكنكم ديرو في غرون بول ديالكم على حسب العدد ديال الافراد ديالكم. دابا انت تشوفوا انا درت 40 واحد 40 بتيب يعني رشد فراسو. من بعد انا كوم ديكوراسيون درت نواد كوكو ودرت فوقو ان بلوي واحد ولكن ديرهم كلهم ممكن ديروا اي فخوي وهي الشكل النهائي بالصحه والراحه. ما تشجعوني وشكرا بزاف.